السلام عليكم. في 3 دقايق الذكاءات المتعددة. كان زمان في مفهوم عن الذكاء انه القدرات العقلية الكبيرة، يعني الواحد اللي عنده قدرات عقلية كبيرة ده يبقى ذكي، وكانوا في وقت من الاوقات عايزين ناس اذكياء في اماكن محددة، فعملوا اختبار عشان يعرفوا الناس الاذكياء دي ويقدروا يقيسوا الذكاء، فسموا الاختبار ده الاي كيو. وعملوا الاي كيو عبارة عن اسئلة بيجاوب عليها واحد، لو جاب درجة عالية في الامتحان ده الاي كيو يبقى ذكي جدا وعنده قدرات عقلية كبيرة، لو جاب بدرجة متوسطة يبقى متوسط الذكاء، لو جاب درجة ضعيفة يبقى ايه، يبقى ضعيف الذكاء. وهنا كانت في ملاحظة بعد عدة سنين، يعني هم فضلوا ماشيين على النظام ده لغاية ما اكتشفوا خطأ. ايه هو الخطأ؟ ان في ناس بتجيب في الاي كيو درجات قليلة وفي نفس الوقت ما بيبقوا عباقرة وعلماء. طب ازاي بقى الكلام ده؟ اكتشفوا ان الذكاء هم معرفينه غلط، او هم كانوا بيختبروه غلط. جه بقى عالم اسمه وارد غاردلر، ده اكتشف ان عندنا كذا نوع من الذكاء مش ذكاء واحد. الاي كيو اللي كنا بنمتحن فيه ده كان بيتقيس نوع او نوعين بس من الذكاء، فاكتشف هوارد ده ان في كذا نوع من الذكاء مش نوع واحد، وجاب وكتب هو عن 9 انواع من الذكاء، وجه علماء بعده اكتشفوا انواع جديدة من الذكاء. يعني مثلا عندنا في حاجة اسمها ذكاء إبداعي، عندنا في حاجة اسمها ذكاء منطقي رياضي، عندنا حاجة اسمها الذكاء العاطفي، عندنا حاجة اسمها الذكاء الحركي، عندنا حاجة اسمها الذكاء الشخصي، عندنا حاجة اسمها الذكاء البصري، عندنا حاجة اسمها الذكاء اللغوي. كل دي أنواع من الذكاءات موجودة عندنا كلنا، مش واحد بس، عندنا كلنا. وكده يبقى مفيش حد غبي، مفيش حد ذكاؤه ضعيف خالص. النظرية دي أثبتت إن مفيش حد ذكاؤه ضعيف، في حد مختلف في نوع ذكائه بس مش ذكاؤه ضعيف. ممكن يبقى ضعيف في الذكاء المنطقي الرياضي، ما بيحبش الرياضة، ممكن يبقى ضعيف في الذكاء البصري، ما بيحبش الرسم وما بيحبش يلاحظ حاجة بسرعة، ممكن يبقى ضعيف في الذكاء الحركي، ما بيحبش الرياضة. انما هتلاقي مقابل كده ذكي في حتة تانية في الذكاء مثلا، يعني لو هو ضعيف في الذكاء الحركي مثلا تلاقيه قوي في المنطق في الذكاء المنطقي الرياضي. ممكن واحد يبقى ضعيف في الذكاء المنطقي الرياضي وقوي في الذكاء البصري، بيحب يرسم بيحب يلاحظ. فتلاقي انواع ذكاءات كتيرة، واللي ضعيف في ذكاء معين بيبقى قوي في ذكاء اخر. انتظروني بقى بكرة هنزل بقى ذكاء ذكاء واشرحه، ذكاء ذكاء من دول واشرحه عشان 3 دقايق خلصوا.